بدأت الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين بتنفيذ مشروع إزالة المباني الآيلة للسقوط والخطرة على المواطنين الفلسطينيين في غزة إثر العدوان الأخير على القطاع. يأتي تنفيذ هذا المشروع بتمويل من اللجنة العليا للإعمار في فلسطين والمكونة من نقابة المهندسين الأردنيين وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنية، وبالتعاون مع غرفة صناعة الأردن وغرفة تجارة الأردن. من غزة ينضم إلينا مراسل المملكة باسل العطار. أهلا بك معنا باسل. إذا حدثنا عن مشروع إزالة وتدعيم المنازل المتضررة في القطاع ضمن مشروع إعادة الإعمار بجهود أردنية. نعم، انتصار، نتحدث عن المشروع الذي يتم تطبيقه الأول في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي. على مدار الأسبوع الماضي بدأت الهيئة العليا أو الهيئة العربية والدولية للإعمار بجهودها لتقييم المباني التي تم استهدافها في قطاع غزة من حيث إذا كانت بحاجة إلى إزالة أو إلى تدعيم. حتى الآن تم اختيار 17 منزلا لتدعيمهم من حيث إصلاح الأضرار التي لحقت بهذه المنازل، ونتحدث هنا ليس فقط عن منازل عادية للمواطنين وإنما أيضا عن عمارات سكنية تضررت بشكل جزئي جراء العدوان الإسرائيلي، إلى جانب أيضا عمليات إزالة المنازل التي تضررت بشكل كلي وتم إخلاؤها من قبل ساكنيها وباتت الآن بحاجة إلى إزالة. 7 منازل حتى الآن سيتم التعامل معهم وفق هذا المشروع الذي يأتي بجهود أردنية في على صعيدين. الصعيد الأول متعلق بالاستشارة، هنا يتم إرسال أو الاطلاع على المنازل ومن خلال التنسيق مع نقابة المهندسين الأردنيين ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنية وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني وغرفة صناعة وتجارة الأردن، يتم تقييم هذه المنازل من حيث إما حاجتها إلى الترميم والتدعيم من الناحية الهندسية أو إلى اضطرار إلى الإزالة نظرا للأضرار الكبيرة التي لحقت بهذه المنازل. حتى الآن العمل بدأ بإحدى العمارات السكنية المتواجدة في شارع الوحدة، ما تعرف بعمارة عجور، وبدأ بالفعل أو بدأت عمليات إزالة هذه العمارة المتوقع الانتهاء منها خلال اليومين القادمين، على أن تستكمل أيضا بنفس الوتيرة وفي نفس التوقيت عمليات التدعيم، والتي بدأت أيضا في إحدى العمارات السكنية في منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة. هذا المشروع يأتي بشكل سريع لإغاثة هذه سكان هذه المنازل من حيث التدعيم، والذي نعم باسل، هل هنالك خطط زمنية لهذا المشروع لإعادة الإعمار وإعادة بناء هذه العمارات؟ الهيئة العربية والدولية للإعمار قالت أنها بدأت بشكل مبدئي بتحديد 17 منزلا سيتم التعامل معهم خلال الأيام القليلة المقبلة وفق الحاجة، على أن يكون هناك زيادة في أعداد المنازل. هناك فرق تتبع للهيئة تقوم بتقييم هذه المنازل، ليس فقط 17 منزلا وإنما منازل أخرى يتم تقييمها وإرسال الاستشارات لنقابة المهندسين الأردنيين ليتم تقييم كيفية التعامل معها. حتى الآن الأعداد مرشحة للزيادة وفق ما أكدت الهيئة، وأن العملية ستبقى مستمرة حتى يتم التعامل مع أكبر قدر ممكن من المنازل في القطاع. نتحدث عن أضرار كبيرة، أكثر من 18,000 منزل تم تدميرهم بشكل جزئي أو كلي خلال العدوان الأخير، وبالتالي العملية قد تستغرق فترة زمنية كبيرة وليست فقط أيام. باسل، بشكل عام إلى أين وصلت جهود الإعمار في قطاع غزة بشكل عام، وما أبرز الصعوبات التي تواجهها؟ يعني إذا تحدثنا أن المشروع الآن الذي يتم هو الأسرع استجابة للحالة التي وصلت إليها المباني في قطاع غزة، والتي تتم الآن بإشراف وجهود وتمويل أيضا أردني. نتحدث بشكل عام أن هناك الآن ترقب لما تحمله الأيام المقبلة، خاصة مع اجتماع الفصائل الفلسطينية برعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القاهرة،
مطلع الأسبوع المقبل، والذي سيحدد الآلية التي سيتم التعامل معها مع كافة المنازل. عملية إعادة الإعمار حتى الآن هناك شد وجذب بها من حيث الجهة التي ستشرف عليها بشكل عام، إذا كانت السلطة الفلسطينية أم لجنة خاصة يتم تشكيلها برعاية مثلا من دول عربية أو من قطاع غزة، إلى جانب أيضا كيفية إدخال الأموال لدعم هذه العمليات. هناك بالفعل ترقب خاصة ونحن نتحدث عن أضرار لآلاف المنازل في قطاع غزة، وسكانها الآن ينتظرون أن يتم الآن إعادة إعمار منازلهم. هذه العملية ما زالت تحتاج إلى موافقات سياسية تتمثل بالتحديد في اجتماع الفصائل الأسبوع المقبل. وكانت الفصائل الفلسطينية قد طالبت خلال الفترة الماضية بسرعة بدء عملية إعادة الإعمار في ظل قيود إسرائيلية كبيرة تفرض على هذه العملية. حتى الآن إسرائيل تربط أي عملية إعادة إعمار كبرى في غزة بإطلاق سراح جنودها المحتجزين في القطاع منذ عام 2014، الأمر الذي ترفضه الفصائل، وتؤكد أن عمليات إعادة الإعمار منفصلة عن هذا الملف، وبالتالي الاجتماع الذي سيتم في القاهرة بالفعل سيكون محوري ومهم جدا، ليس فقط على مستوى إعادة الإعمار وإنما أيضا على الوضع الميداني في غزة، التي تؤكد الفصائل أنها لن تبقى أو لن تسود أو لن يسود الهدوء في القطاع في حال وضعت إسرائيل عراقيل على عمليات إعادة الإعمار. توافينا بكل التطورات في قطاع غزة باسل العطار مراسل المملكة، كنت معنا من قطاع غزة، شكرا لك.